واجهت مصر على واحدة من أكبر منظمات حقوق الإنسان المعتبرة عالميا. ماذا تقول؟ تقول أن مصر تشهد أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود، وتفصل ذلك بأنه لا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، ومن بينهم صحفيين ومدافعين حقوقيين، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، والعديد منهم في الحجز المطول قبل المحاكمة، وأن السلطات تستخدم تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين، وأنها ضايقت واعتقلت أقارب معارضين في خارج مصر. لكن وبعد مرور 11 عاما على مشهد تنحي مبارك، نستطيع أن نؤكد أن مشاهد التحرير لن تنسى، وانتصار ثورتنا على مبارك باقية. لن ننسى خالد سعيد ولا كل اللي عذبهم نظام مبارك، لن ننسى بطش الداخلية قديما وحديثا. لا تزال تصلنا صور التعذيب من مقرات الاحتجاز، ولا تزال الداخلية تمارس بلطجتها على المواطنين. هذا هو المشهد، هذا هو الواقع الذي نعيشه الآن.